المجلس كما هو كالعادة يعني رمضان ما نقدر نقوم فيه فعاليات، لأن الفعاليات إحنا في أيام غير رمضان ممكن إحنا نقوم فيها، لأن الوقت يكون متأخر، فأكثر شيء كلها تكون لقاءات يعني كذي حبية ومواعظ دينية خفايف يعني ممكن الواحد يأدي فيها، ولا نقوم برسالة المجلس في الوقت القصير ذي اللي احنا نسويه. رمضان وغير رمضان يكون عندنا حضور والحمد لله، يعني هم بالعقة يعني احنا عارفين انه في رمضان الواحد يقدر انه يبي ينفس ويتنفس، فيعني يبي انه هو من عتول يطلعون ويتزاورون، هذا شيء محبة وهذا شيء متأصل في أهل البحرين هذه الزيارات في أيام رمضان. فالحمد لله يعني بس إن إحنا كمجلسنا الحمد لله حتى في الأيام غير رمضان بيكون حضور أكثر. الحمد لله يعني هذه ما تتميز بالبحرين بمجالسها بالذات في رمضان. رمضان كثير من المجالس مفتوحة، يعني مجالس موسمية غير المجالس الرسمية اللي في أيام الفطر، وهذه دليل على التآلف والمحبة بين الشعوب وبين المواطنين وبين القيادة الحكومة. احنا هالبحرين متأصلين وهذا اصلنا في المجالس، تربينا على المجالس والمجالس هي مدارس من الاصل، احنا يعني من سنين وعينا على هذه مع ابائنا ومع اجدادنا في المجالس ربينا، واحنا اليوم يعني مجموعه من مدينه حمد، مجالس مدينه حمد جاي تزور مجلس اخونا يوسف الجاسم، ومجلس يوسف الجاسم مجلس مميز، والشخص هو نفسه شخص دائما فاتح قلبه قبل لا يفتح مجلسه، واحنا مبارك للشعب البحرين الأبي على هذا الشهر الفضيل، ونقول إن شاء الله دائما البحرين في خير، والمجالس دائما خلوها هي المنبر لكم اللي أنتم تحتاجون له وتوجهون فيه ما تحتاجون، وحفظ الله البحرين وشكرا. يعني ما فيها الازدحام اليوم الموجود، اليوم الازدحام ممل، الواحد يأول بيته أفضل، عرفت؟ وبعدين يتصور لي يعني الناس قلت بسبب كثرة الميالس. الحقيقة يعني الميالس اليوم أنا أعتقد أن عندنا في المحرق لا ما يقل عن 320 ميالس، شيء يعني وايد وايد، لكن يعني في جماعة لا زالوا احنا مثل ما يلسنا، انا عندي الاخوان والاصدقاء لا يعني ما زالوا انهم يجون، لكن متعاد الساعة 12 نكتمل يعني الكل ما يجون من وقت، يا ريت انهم يجون من وقت على اساس الواحد بعد يشوف مشاغله ويروح يطالع حياته يعني هذه الميالس. لكن اذا بنرجع حق الاول، لا والله الأول أحلى وأجمل وتحصل أهل خصوصاً أهل المنطقة، يعني الحين الكل لاهي، كل لاهي، الله يعين والله يعود عليه الجميع إن شاء الله.
المجالس اختلفت، يعني حين اليوم اللي أشوفه أنا مثلاً عيالنا خذوا مجالس ثانية من الكبار شوي، لأن مجالسنا الخاصة تعرف يعني، بس يجوني يعني كزيارات هم العيال، الزيارات مع ربعهم وكذا، بعدين ينتقلون إلى نيل السم، فيعني صار الأشياء مخلوطة. أول تعرف كل واحد مع أبوه مع كذا، اليوم بعد تعرف بعد تغير الوضع يعني وكذا، شباب يبون يلعبون مثلا كيرا ما ادري شلون، فهاي الامور يعني تغيرت من اول الى اليوم. طبعا احنا عندنا هني مثلا في الميلس اللي يبي يقرا قران، اللي يبي مثلا يجلس يسولف مع ربعه وهاللون، واخر الوقت حط القابقه وهاي رمضان يعني الحمد لله الحمد لله. حقيقة يعني رمضان غير عن الأيام الباقية، أنت في رمضان تحس بهذه الأجواء الروحانية وتوطيد علاقاتك مع يعني جميع الأصدقاء. حقيقة في ناس ما نشوفهم إلا في شهر رمضان، بسبب شنو؟ بسبب الزيارات يعني المستمرة خلال فترة رمضان. يعني أنا أتكلم عن نفسي، نطلع من ميلس من بعد صلاة العشاء نروح ميلس جبر المسلم في الحد، ونستمر قد ساعة شي هاللون، نرد بعدين عندنا مجلس الوجيه أحمد مبارك نعيمي، أيضا ميلس للساعة 11، وبالتالي في الأخير عقب ما نطلع نجي هني مجلس الوجيه فهاد شويطة. فيعني الوقت ولبك أنت تسمونه، تروح من ميلس لميلس ما تشوف الوقت إلا صارت الساعة 2، تبي ترجع البيت يكون بعد تيلس ويا الأهل، ومثل ما تقول يعني تأكل لك شوي حق السحور. تلاقي كل ليلة هنا في هذا المجلس، والأخ فؤاد بن حسين شويطر في الحقيقة ما يقصر مع رواد هذا المجلس، كل ليلة غبقة ساعة واحدة يتحفن فيها بما لذة وطاب من طعام وشراب. وفي الحقيقة مجالس محرق يعني عموما في شهر رمضان المبارك مجالس يعني معروفة ومشهورة، يعني لو تناولنا بعضها عندك من المجالس المشهورة مجلس المحمود في مدينة الحد، مجلس غانم بن فضل الوعينين وزير شؤون المجلسين، ومجلس أحمد بن مبارك نعيمي من المجالس أيضا المشهورة في مدينة الحد، وفي مدينة محرق مجلس طبعا فؤاد بن حسين شويطر، وهناك العديد في الحقيقة من المجالس. والمجالس اليوم طبعا تختلف عن مجالس الأمس، مجالس اليوم عديدة ومتنوعة، في بعضهم من يعني يتفرغ لقراءة القرآن في هذه المجالس، وفيه بعض المجالس من يعني يمضي الليل في مشاهدة التلفزيون ولعب الورق وتسلية صيامه في الليل يعني. لكن عموما المجالس مجالس فيه خير وكرم وفيه تواصل اجتماعي بين جميع فئات المجتمع.